على ذكر البرابرة، على ذكر البرابرة، في طبعا رواية الآن مشهورة جدا بتاع جي إم جودزي، هذا جنوب أفريقي، في انتظار البرابرة. يبدو أن اسم هذه الرواية الجنوب أفريقية مأخوذ من اسم قصيدة لشاعر مصري اسكندراني أصوله يونانية، قسطنطين كفافي. كفافي كفافي هذا عنده قصيدة اسمها إيه؟ حتلوها على النت، موجودة في مواقع كثيرة، الشعر العربي والشعر العالمي، اسمها في انتظار البرابرة. قصيدة بسيطة صفحة واحدة تتحدث كيف أنه الرعية والملك يأخذ زينته وهبته ويتأهبون لكي ينتظروا وفدا من البرابرة اللي هم دائما أعداء، أعداء يهددون الدولة دائما على حدودها وممكن يغتلوها في الداخل. اقرأوا طبعا أستاذ فوستري أرنولد تومبي وكيف يفسر بالعدوان البربري هذا هلاك حضارات وأمم، قصة معروفة في فلسفة التاريخ. فهذول البرابرة. طيب في آخر قصيدة إيش بقول؟ كفافي قسطنطين بقول: ما لي أرى الميادين وقد أقفرت، ما بال الناس يعودون كلهم إلى منازلهم أو دورهم يلوح عليهم الغم. إيش اللي حصل؟ ما في، كله انفض، انفض السامر من غير ما يصير شيء. ما الذي حصل؟ اسمعوا هذا. يقول: أقد أتى بعض الجنود من الحدود وأخبروا أنه ما عاد للبرابرة وجود. ما في برابرة، مش حيجوا، والديليجيشن هذا الوفد تبعهم مش جاي، خلاص يلا روحوا انفضوا. والناس انفضوا زعلانين، بس البرابرة خطر داهم، أحسن شيء أنهم اختفوا اتبخروا. لا، زعلانين الناس، والملك زعلان، والحاشي والبطانة والكل مغموم، فيش برابرة. شفتوا؟ هذا في القرن 19 القصيدة هذه، في آخر عشرية تقريبا في القرن 19 كتبها قسطنطين هذا كفافي اليوناني الإسكندراني. المهم قال بعدين في الأخير يختم القصيدة: والآن بغير برابرة ما العمل؟ فقد كان البرابرة جزءا من الحل. والآن بغير برابرة ما العمل؟ فقد كان البرابرة جزءا من الحل. أعتقد هذه الخاتمة لهذه القصيدة الموحية جدا والعميقة جدا يمكن أن تضع الأصبع على تفسير ممكن لحالة الكراهية المجموعية. كيف يمكن تكره أنت أمة كاملة، شعبا كاملا، مذهبا كاملا، طائفة كاملة، ما لكيش علاقة بيهم، لا شفتهم لا شافوك، لا ما فيش أي شيء شخصي. تعرف لماذا؟ توظيف سياسي ملعون، وكل ما تلعبه السياسة أو الدين حين يلعب السياسة ويريد أن يلعب سياسة، وهذه قناعتي المطلقة لن أتخلى عنها. وعلى فكرة بين قوسين مش معناها إنه ما فيش لعبة سياسية، في لعبة سياسية في الشرق الأوسط، بس أنا بطالب بيه صار لي سنوات وما زلت بطالب بيه، لتلعب السياسة بالسياسة. نزه الدين المقدس، نزه الدين، دين رب العالمين، دين العباد أجمعين، عن أن تستوظفه وتستدمجه وتلوثه وتدنسه السياسة بدنسها الذي لا ينتهي، ولا ما صحيح؟